السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناة إكويدو. الدرس ديال اليوم غنشوفو فيه كيفية عمل باترون جلابة افيك مونش غاكلون. نبداو على بركة الله. فاول حاجة غنبداو بها هي غادي نديرو لاباز ديال جلابة مخزنية اللي تعرفنا عليه في الفيديو الاول. شفنا لاباز وشفناه في جلابة مخزنية وشفناه في جلابة جبلية، يعني هذا ده رابع درس غادي نشوفو فيه لاباز. فانا غادي نجي هنا، غادي ندير على الطول ديال الورقة من الاحسن، وغادي نبدا الرسم، ندير لاباز ديالي. فاول حاجة كنبدا بها هي الكتف. من بعد ما درت لاباز ديال الجلابة غادي ندوز دابا باش ندير لامونش. هنا لامونش ما كدارش بوحدها، فهنا اختلاف. لامونش كنخرجوها مع الجلابة وما كتكونش فيها الخرطة طبيعة الحال. فكنجي من هاد النقطة هادي وكيكون ديجا عندي واحد الخط، فأنا من هاد النقطة كنحسب لامونش، كندير الخط ديال لامونش. عندي 60، عندي 58، انا مثلا عندي 60، كنجي هنا وكندير 60 ديال لامونش. هنا دابا درت 60، غادي ندير دائرة المعصم. فغادي نجي نشوف انا دائرة المعصم شحال باغا فيها، وغادي نطلع دائرة المعصم. مثلا هنا عندي 60 ديال لامونش، ودائرة المعصم عندي فيها مثلا 22. ثاني حاجة كندير، كنجي وكنلاقي لامونش من هاد النقطة هادي مع ديك الهبطة ديال 3 سنتيم، وكنلاقي العند دائرة المعصم بهاد الشكل هذا. هكذا كنخرجوا لامونش، كنهبطوا ب 3 سنتيم، وهنا كنخرجوا ب 60 من عند هذه النقطه هذه، كنخرجوا ب 60 وكنطلعوا ب 22 وكنمشيو لعند النقطه ديال دائره العنق. كندخلوا هنا بواحد سنتيم، كندخلوا بواحد سنتيم. ندير اقلام ملونه باش يبان لكم شنو كندير، كيفاش كنخدم الفرق، وكندير خط مائل هنايا. هنا كندخل بواحد اونص، هنا عندي كان 22 سنتيم، هنايا راه هبطنا ب 3 سنتيم، وجينا لعند دائره العنق اللي معروفه كندخلوا ب 8 سنتيم. ثاني حاجه كنجي وكنهبط هنا بربعة سنتيم، هنا عندي كنهبط بواحد ربعة سنتيم في هذا الخط هذا، وكنجي وكندير التقويرة ديال لامونش من عند هاد النقطة هادي. كندير التقويره ديال لامونش، كنجي هنايا العنق ودائره العنق ديال الظهر، وكندخل بربعة سنتيم، يعني من هذه النقطه هذه انا درتها بلون مختلف باش يبان. من هذه النقطه هذه كندخل بربعة سنتيم، وكندير واحد الخط خفيف بهذه الطريقة هذه، واحد الخط خفيف، وكنجي لدائرة العنق ديال الأمام
وحتى هو كندخل ب 8 سنتيم كنجي من نفس النقطة هنا وكندخل ب 8 سنتيم هنا كندير 4 لكن في الأمام كندير 8 كنجي لهذا الخط اللي شكلت وكنقسمه على جوج عندي مثلا عندي انا هنا 5.5 نقسمها على جوج غنقسمه على جوج وغنجي من هذه النقطه هذه ديال الامام ونجي لعند الوسط ثاني حاجه من بعد ما شكلنا هذه الخطوط الرفيعه غادي ندير نديرهم شويه يكونوا مقورين نشكلهم بالبيستولي ما نخليهمش بالمسطره غنشكلو بهذه الطريقه وفي هذه النقطه ديال النصف غادي ندير العكس بهذه الطريقه يعني هنا الظهر وهنا عندي الامام هذه هي الطريقه اللي كنخرجوا بها لا مونش راغلون نعاود نذكركم فهنا اول حاجه كنشكل لا مونش اللي كتجي لاصقه كنخرج ستين وكنطلع 22 وكنجيب الخط لعند الكتف من بعد كندخل هنايا بواحد ونص وكنهبط هنا بربعة وكنشكل الخط ديالي اللي كيجي مائل كنجي لدائرة العنق ديال لودو نكتب عليها هنا لودو وكندخل بربعة سنتيم كندخلو هنا بربعة سنتيم وهنا اللي عندنا الدوفون هذا هو الدوفون يعني الأمام من نفس النقطة وكندخل بثمانية سنتيم كنجي عند هاد النقطة ربعة وكندير الخط المستقيم ومن بعد كنشكلو بالبيستولي فهذه هي لا مونش راغلون بالنسبة للفصالة ديالها فأنا غادي نجيب بابي دو سوا باش نخرج لامونج حيت هنا عندنا لامونج دوفون ولامونج دو ما نقدروش نقطعوها بوحدها حيت هنايا ما خصهاش تجينا تقطيع فالاختلاف هنا في طريقة الفصالة ديال لامونج أما بالنسبة للخياطة فهي سهلة أنا غنجيب هنايا طرف ديال بابي دو سوا وغادي نتراسي لا مونش دوفون وعاوتاني نتراسي لا مونش دو بوحدها بان تراسيت لا مونش دو غنتراسي دابا لا مونش دوفون بنفس الطريقة غنجي لهنايا وغنتراسي لا مونش دو يعني نتبع على حساب العون باش نعرف الفرق ما بين لا مونش دو ولا مونش دوفون غادي نتبع غير العنق دابا غندوز وغنقطعهم غنكتب عليها هنا دوفون وهنا لو دو باش ما نتلفش عليهم فكذلك نفس الطريقه اللي درنا في لامونش غادي نديروها حتى في الجلابه خاصنا نخرجوا الجلابه ديال لودو بوحدها لانها هي كتسالي هنايا وديال الدوفو بوحدها نقطع لي مونش ونوريكم كيفاش كيجيو من بعد ما قطعت لا مونش ديال لودو هي هذه و لا مونش دوفون كما شفتوها نتوما
كيبقى لنا هاد شويه ديال الفراغ ديال لامونش ديال دوفون هو هذا. بالنسبه لامونش دوفون كنجيبها بهذه الطريقه. ضروري من جلابه لامونش غاكلون او لا نبغيو نديرو شي قندوره بلا مونش غاكلون اي حاجه ضروري من بابي دو سوا حيت ما نقدروش نفصلو كل لامونش خصها تخرج بوحدها. من بعد كنجيبو يا اما بغيتو بهذه الطريقه هذه يعني كنجيو للثوب غنجي للثوب نيشان وغادي نحط لي مونش من بابي دو سوا بهذه الطريقه ونلصقهم. بعد اول حاجه نلصق لي مونش ونطراسي كتجي هكا لا مونش باش كتجينا مسدوده من هنايا كتفصل بهذه الطريقه هذه. يعني ندوزو طريقه الفصاله انا كنوريكم غير الا بغيتو اما كديروها نيشان في لا مونش اولا تجيبو ورقه وتلصقوا فيها لي مونش هما الاولين تلصقوا لي مونش وتقطعوها وتولي عندكم مونش وحده اللي بغيتو. هاد العمليه اللي درنا في لا مونش غادي نديرها نفسها في الجلابه ناخذ لو دو بوحدو والدوفون بوحدو وندوزو باش نشوفو عمليه الفصاله. فغناخذ بابي دو سوا غير طرف صغير ديال بابي دو سوا وغادي ندوز باش ناخذ جلابه. الى عندكم لا غولات كتجي اسهل كما كتشوفوها معايا في الصوره اللي وريتها لكم في الفيديو الاول كتصلح لهذا الشيء هذا. انا بالنسبه ما نستعملهاش لان عندي غير لا مينياتور ولكن بالنسبه لكم نتوما غادي يكون عندكم باترون كبير فمن الاحسن انكم ديروا لا غولات. الى شفتوني هنايا انا تراسيت غير نص ديال الكول ديال لودو غير حد هنايا فين دخلنا بربعة سنتيم لان الاخر مشى مع لا مونش. تقدروا تخربقوا فيها في الاول لانه شويه لا مونش غاكلو ماشي بحال لي مونش العاديين ولكن سهله تبعوا غير الطريقه ديال باترون والفصاله وبشويه وغادي تجيكم سهله. انا عندي لودو ها نتوما شوفوا باش نكمل لودو. ديجا كناخذو غير نص ديال لودو في الجلابه ونكتب عليها لودو حيت هنا ديجا دخلنا بربعة سنتيم اللي مشات مع لا مونش وبقى لينا غير هاد شويه هذا. يعني انا خديت غير هذا هو اللي خديت اللي كتشوفوه بالصفر انا خديت وعاود خديت من هنايا لا مونش وهبط خديت غير من هاد الشويه اللي بقى ليا حيت لا مونش هي هادي فاللي بقى ليا انايا هنايا من لودو من الكول ديال لودو وتبعت نفس الخط وهبط. نفس الحاجه اللي درت دابا في لودو غنديرها في الدوفون غندير لكم الدوفون بلون مختلف باش يبان لكم. فانا الدوفون خديت من هنا لان الشيء الاخر هو لا مونش وغادي ناخذ من هذا الخط هذا وغادي ندخل مع هذا اللي خديت وغادي نهبط بنفس الهبطه ديال الجلابه فين كيتلاقاو لو دو و دوفون. غادي ندير بابي دو سوا فملي كنديروا الالوان فكيكون واضح عندنا الباترون. فبنفس الطريقه غنتبع هكذا وغادي ندير تقويره ديال لا مونش وغادي نهبط بهذه الطريقه. ضروري ملي كيكون عندنا باترون واحد كنخرجوا منه لودو دوفون ضروري خاصنا نلونوهم باش نقدروا نفرقوا ما بين لي باترون كيفاش نخرجوا لودو وكيفاش نخرجوا دوفون كيفاش نخرجوا لي مونش. فكما كتشوفوا انا هنا لونت غنلون لكم هنايا هنا ديجا راه عندي ملون بالغوز وهنا درتو بلو نوار ولكن غندير لكم بالخضر باش يزيد يبان لكم. فهذه هي
هذا هو الكم وهذا باترون ديال جلابه. ملي كنبغيو ناخذو لا مونش كناخذوها هكذا وعاوتاني كناخذو الكول ديال دوفون والجلابه كتبقى بوحدها. انا اللي غنقطع دابا غادي يبان لكم الفرق. فما نقدروش نقطعو من هنا حيت دابا الا بغيت نقطع انا هذا نخرج منه الباترون نقدر، ولكن اما نخرج لودو اما دوفون، يعني الا تبعت هذا الغوز هذا فغيخرج ليا غير دوفون وغيخرج ليا منه لا مونش ديال دوفون، يعني خصو يبقى ليا لودو. الا بغيتو بحال هكذا تقدروا تخرجوا من هذا الباترون تخرجوا منه دوفون وديروا بابي دو سوا وتخرجوا منه لودو. بغيتو يبقى ليكم ك يعني باترون ولا كدرس ديروا هكذا مينياتور يبقى ليكم، وملي يكون تكونوا غادي تفصلوها الجلابه ديالكم ديك الساعه كيبقى لكم باترون واحد حيت ما غاديش تبقاو تعاودوه كل مره. دابا من بعد ما قطعت باترون ديال لو دو وباترون ديال دوفون وحتى لي مونش قطعتهم كما كتشوفوا هذا هو لو دو باش يبان لكم شنو قطعت، يعني بقات هاد لا مونش. لا مونش دو هي هادي هي الكمالة ديالها. وبالنسبة دوفون هو اللي تراسيت لكم بالغوز باش تشوفوه، يعني حد لو كول وكما شرحت لكم في الاول ف دوفون هو الغوز ولو دو هو اللي بالخضر، فكيبقى لينا ديما كتشوفوا هذا الفراغ اللي في اللي ما بين الغوز وما بين الخضر هذاك الكماله ديال لا مونش ديال الامام. ها هي شتو غتجي هكذا. يعني غير خصها شويه ديال التركيز وصافي، بلي بابي دو سوا كيبان لينا واضح ضروري نخرجوهم بابي دو سوا. فانا غادي ندوز غنلصق لا مونش هنايا بالنسبه للجلابه ما كنلصقوهاش، لكن بالنسبه لا مونش فانا كنفضل نلصقها باش ما يبقاش يهرب ليا ملي كنفصل. اول حاجه كنديرو هي كنلصقوه هكذا كنلصقو دوفون او لو دو. ثاني حاجه غادي نلصقو انايا هكذا لان هذا غير مع الفنايت كيبدا يتقطع دغيا، يعني الا بغيتو الباترون يبقى ليكم فمن الاحسن تلصقوه في شي ورقه. غنطراسي هذا الخط هذا مزيان ديال الوسط باش ملي نبغي نحطو في التوب خاصني نعلمو ونطويه على جوج ضروري باش يخرج ليا بهذه الطريقه هذه. نطويه على جوج باش ملي نبغي نفصل نعرف فين هو الوسط. وهذا نكتب فيه لودو وهذا دوفون. فملي كتلصقوه يا اما تخليوه بابي دو سوا اما ديروه في ورق اللي يكون صحيح شويه باش ما يتقطعش. دابا غادي ندوزو لطريقه الفصاله. نكتفيو بهذا القدر، ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو. ان شاء الله في الفيديو القادم غتشوفوا معايا كيفيه فصاله ديال الجلابه. شكرا لكم، شكرا على المتابعه ديالكم. اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس وما تنساوش لي لايك ولي كومونتير. شكرا لكم والى اللقاء.